هدول على طول تاخذهم لونا بتلعب فيهم، فكرتهم العاب. نحن بنلزق فيهم هون الورقات. اجى الطلب يا غوالي. بسم الله. اوبس، هذا من المغرب. شو بيقولوا مرحبا بالمغرب؟ يا هلا، اهلا وسهلا. اهلين اهلا وسهلا، كيفك شيخ عمر؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله تمام. نهار كبير بنقول احنا بالمغرب، ومعك مريم، مدام مريم مرابط من المغرب. يا هلا مدام، بتسلم عليك امي وبتقول لك مليني واحده واحده. ما عم بلحق افهم عليها مغربي. الله يسلمها يا رب. وانت سلم عليها بالذات بالذات المغربي. احلى تحيه لامك والاكبر شيف عمر. والله شكرا. احنا بنتابعك، كل اهل المغرب والعائله خصوصا. تشكرك كثير على استضافتك لي. وهلا تفضلي تفضلي اطلبي لنشوف. شيف عمر، طالبين منك كسكسي مغربي طبعا على نفس سوري. على عيني، وصل ايدك تحت ايدك. هدول كسكسي مغربي على بنفس سوري، تكرم عيونك. وحيكون الله يكرمك يا رب. حيكون مزيون بالزاف. حيكون مزيون بالزاف. مزيون بالزاف. ايوه مزيون بالزاف. ان شاء الله. كثر الله خيرك وشكرا لك. والله انه فرصه سعيده انه تعرفت على حضرتك. وأنا ان شاء الله. تحيه لك من المغرب وكل ناس. شكرا شكرا. تحياتي لكل اهل المغرب، وان شاء الله عن قريب بتشوفي وصفه كسكسي مغربي بيحكوا فيها كل المغرب ان شاء الله. ان شاء الله يكون مزيون بالذات، اهم شيء. اكيد اكيد. شكرا لك كثير. احلى تحيه لك شيف عمر. شكرا لك كثير. مع السلامه. باي باي. كيفكم يا احلى فنانين بكل المجره؟ معكم الشيف عمر من برنامج ماكول الهنا. اليوم رح نعمل مع بعض كسكس مغربي على اصول اصوله. ولازم نحن بتعرفوا السوريين نحط ايدنا بالاكله يعني، ونعملنا شيء اضافه، شيء شغله هيك، شغله براتب، ما هيك؟ شو رايكم خلينا نبلش فيه؟ شرفوا لعليا، شرفوا لغوالي، يلا. وعشان نخدم كسكس مغربي لازم نجيب طاجن. وصيت عليه من فصل المغرب. شايفين ما احلاه؟ هلا هو ما بينطبخ بقلبه، بس هذا بنصير نستعمله يعني بالطبخات، بس بنسكب الاكله بقلبه. شايفين شو حلو؟ فخار، وحاطين له حديد مشان ما ينكسر. بيعرفوني بكسر كثير. ها هلا خلينا ناخده ونروح على جنب. هلا مرت الاول انفتح وصارت بقلبه الاكله. اول شغله بدنا لحمه يا جماعه. لحم، بدنا لحم بعظمه. عندي نص كيلو من اللحم. هي اللحمه تبع الرقاب، رقبه خاروف يعني. اطيب شيء بهي الاكله بتخيل انه لحمه رقاب. ليش؟ لانه بيكون فيها دهن ومدهنه واموره بالسليم. وبدي كمان بصل. شو؟ او مقشره خالصه كمان. طب كنت قطعها بطريقك بالمره يعني، صايره وصايره. وهي البصله جاهزه. والله تعب، بدي بصله ثانيه اطيب اذا كان فيها بصل اكثر. ما كنت قطعها بطريقك يا زلمه، قطعها بالمره. طيب اعطينا دفه. عم هذا المصور بيقول جاي يصور وجاي يشتغل هون بالمطبخ. شكرا. هات لك سكين، انا بجيب، انت خليك مرتاح. ها وهي سكين. بسم الله. اول شغله خليني اقطع البصل شرحات يعني هيك. وبنجيب طنجره لانه المصور ما رضي يجيب لنا اياها، رحت انا جبتها. مثل ما بتعرفوا الاكل المغربي شو فيه؟ زيت زيتون، لازم زيت زيتون. بنحط بالطنجره قدر 3 4 معالق اكل زيت زيتون، ويكون زيت زيتون ظريف. وبننزل عليهم البصله. بسم الله. وهلا بدي اخذهم لوين؟ على النار. هلا بدي بلش اول شيء حمص بالبصل. هلا الطنجره عندي حاميه، بدي نزل اللحمه تاخذ لون هيك يعني. خلي اللحمه تاخذ لون هيك، شغل ابراتب من تحت. وهلا بنقلب اللحمه على الوش الثاني، بنخليها كمان تلدع من الوش الثاني. شايفين شلون عم تاخذ لون؟ اهلنا بالمغرب بيستعملوا انواع من البهارات معينه كثير بيحبوا يستخدموها. بتعرفوا انه هي البهارات جدا لها فوائد جدا. تعالوا نشوف شو هي مع بعض. يلي هي الزنجبيل، جدا مهم وجدا مفيد، والكركم. يعني هدول اهم اثنين من البهارات اللي بيستعملوها. طبعا بدنا فلفل
وبدنا كمان شوي صغيرة شوي بابريكا والملح آخر شيء. ما بنحط ملح للحمة هلا، ليش؟ لأنه بتشل. أول شيء بدي نص معلقة كركم صغيرة، وبدي معلقة زنجبيل صغيرة، نص معلقة فلفل، ونص معلقة بابريكا. وهلأ لازم حمصهم لحتى البهارات تظهر النكهة تبعها وتعبي البيت. روائح من فصل المغرب يا غوالي. خليني آخذ البندورة هون يا حزركم. شو عندي؟ عندي 4 بندورات فحلين زراف مقشرهم ومقطعهم وفارمهم ناعم. هلا بحطهم عليها. بسم الله. شوت شيف بقدونس؟ والله ما بدي اقول لك، لانه هي اكثر شغله ما بتحبوها، كزبره خضراء. انا ما دخلني ها، لا تطلعوا فيني. اخي بيستعملوا كزبره خضراء بالمغرب، بحبوا بطنهم الجماعه. شرف معي اقول لك، شرف لتعرف شو بدي ساوي فيها. هلا بعد ما نشوت نغنغوا مع بعض، بنعمل هيك ونحط لهم هالكزبرات هدول، وبعدها شو بنساوي؟ عندي مي هون مغلية عم تغلي غلي، باخدها وبنزلها. بسم الله. هذا هو المرق تبع الكسكس، بدون هذا المرق الكسكس ما بيصير. وهلا بنوص النار عليها وبنغطيها. ها والسلام عليكم. خلصت؟ لا ما خلصت الاكل، لسه فيها شوية شغل. هلا بقلكم شو بدنا نشتغل فيها. هلا بدنا نبلش يا غوالي بالكسكس، شو هو وكيف بيتساوى وكيف بيصير. هذا المرق خلص بنتركه لحتى يستوي اللحم يتحضر ويشكلس اموره على اخر. يلا شرفوا على الكسكس. عندي كاستين ونص من الكسكس المغربي، هذا جبته من المغرب. ها لا جد يعني وصينا عليه من المغرب لنصور هاي الوصفه. ما في يا اخي ما في. تعالوا شوفوا الحبه تبعه شلون. هذا بينصنع شيء مسميد من القمح، بتخيل كتير حبته قاسية، بتلاقوا هيك في أساوي بالحبة ما لها طرية أبدا. يعني الناس اللي بتستخدم برغل ناعم بديل كبديل له يعني ما بتاكل أكلة صح 100%. لازم تجيب الكسكس المغربي. هلأ بحط عليه قدر معلقتين أكل من الزيت النباتي، هي أول شغلة لازم أعملها. ليش؟ لحتى ما يلزق ببعضه، لحتى هلا انا عم بطبخه على البخار ما يلزق ببعضه. شو بساوي بهذا الزيت؟ بمسك هيك وبفركه بالزيت، بحيث انه كل حبه يجي عليها لو نكشه من هذا الزيت وما تصير تلزق ببعضها. هو رح يلزق يعني، بس نحن بنخفف من موضوع التلزيق قدر الامكان. نعم هذا اذا بتعمل منه كبه بتطلع الكبه يعني مثل الحجره، قاسي قاسي حبته قاسيه يعني. مو مثل البرغول طبعا. القياس اللي عم بستخدمه حبة متوسطة، يعني مكتوب على الكيس حبة وسط، بيقولوا انه هي افضل شيء، لهيك انا جبتها افضل شيء. وهو حتى الكسكس بينعمل بكذا مدينة يعني بكذا دولة، مو بس المغرب، المغرب وتونس وجزائر يمكن بيعملوا كمان، ما بعرف اكتبوا لنا انتو، وليبيا اكيد بيعملوا كمان، كمان اكتبوا لنا اللي بيعرف. هلا عبينا هي كاسة مي باردة زكاتك، أو لا شو هيك ما بتكفي. ها عبينا هون نص لتر. يسلم إيديك يا رب. هلا شوف هدول 500 ميلي مي، يعني بنزل بشوي وبفرك هيك. ها بس حسه هيك يرطب وبكفي، بس بدي اياه يرطب ترطيب. استخدمت بس 100 ميلي، يعني 100 ميلي مي لكاستين ونص، يعني نص كاسة مي لكاستين ونص من الكسكس لحتى صار معي رطب. مبدئيا صار معي رطب، ما بدي اعطيه مي كمان. بشيل المي على جنب وبشيله له كمان على جنب، وببلش باهم شغله يلي هي. بس قبل ما ابلش فيها هيك في سؤال هلا دار ببالي عن جد، كسكس يا ترى هو مغربي ولا جزائري؟ معقول يكون تونسي ولا ليبي؟ ما بعرف. اكتبوا لنا انتم بالتعليقات شو اصله؟ من وين يعني؟ من اي مدينه؟ من هي ولا هي ولا هديك ولا هديك؟ ما بعرف. يلا خلينا نبلش هلا بالاساس اللي هو الخضار، لازم هي الاكله يكون معها لحم وخضار. شوفي عندك خضار بالبيت زت يا غالي، شرفوا معي على البراد. بسم الله، السلام عليكم. شوفوا شو بدي اخذ، ركزوا معي ها. اساسي اللي هو الكوسه.
ورقم 2 الجزر. خيار بينحط خيار؟ لا ما بينحط خياري. والله عندي فليفلاية عبردقاني هيك الوان يعني ناخدها. وعندي فليفلاية حمراء لك باخدها. وهون عندي فليفلة خضراء كمان باخدها. شوفي لسا عندي كمان خالصين. تعرفوا شو بيحطوا بقلبها؟ امشوا لقلكم شو بيحطوا بقلبها. بيحطوا يا غوالي كمان قرع. القرع اللي هو نحن بنسميه يقطين. بس انا ما لقيت. وانا الصراحة انا والقرع ما لنا اصحاب نهائيا، صفر اصدقاء يعني، ما بحبه ابدا. وبيحطوا ملفوف، بس نوع الملفوف بيستعملوه غريب هيك، بتيجي ملفوفة صغيرة يعني، مو مثل الملفوفة الخسة يعني، ما بتشتغل الملفوفة الخسة، بتكون شادة على حالها يعني. كمان ما لقيت، كمان بلا. بس فينا نستعمل خضروات تانية، وفينا كمان نحط بطاطا. شغال ما خلينا ناخذ بطاطايتين ثلاثة. ما عندي غير بطاطاية واحدة. يلا شغالة. ما بقلكم كل شيء عندكم خضرة بالبيت فيكم تحطوا منها. بس اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اخواننا بالمغرب العربي شو بتحطوا بقلبها خضروات، وشو هن الاساسيات وشو هن اللي مو اساسيات. واذا حكيت مع ستك بالمغرب يا ريت تسالنا اياها كيف كانت هاي الاكله تتساوى على الاصول، يعني شو الشغلات اللي كانت تنحط بالضبط. خليني اغسلهم وبرجع لكم. دابا غادي نقطع الخضرة ونحب نسخسي عليكم ونسأل شخباركم. عم بحكي ليه مغربي صحيح يا جماعة؟ اكتبوا لنا. هلا مثلا انا بتشوفوني بالفيديوهات مثلا بحكي لهجة مصرية، لهجة لبنانية، لهجات السورية مثلا تبع المدن السورية، لانه هدول قراب علينا. لهجة فلسطينية انه قريبة، بس المغرب بسبب البعد فدائما بيكون في قلة بموضوع اللهجة. او مثلا ما بشوف مسلسلات مغربية، او مثلا مصري ليش مثلا مصري مع انه بعيده مصر، بس بنشوف افلام ومسلسلات كتير لهيك احنا بنتكلم مصري كويس يعني، نعجبكم يعني يا جدعان. فبدنا حدا يعلمنا. اكتبوا لنا تحت كلمات مغربيه، كلمات تونسيه غريبه، واكتبوا لنا معناها كمان، مو تكتبوا لنا بدون معناها ما بنفهم شيء بعدين. تحيه كتير كبيره لكم. هلا اول شيء بدي بلش اقطع. عندي بطاطاي واحدة ما طلع في غيرها بالبراد، رح اقطعها قطع كبيره يعني، ما رح اقطعها قطع صغيره يعني. مثلا هاي البطاطاي هيك بالنص. الجزر باخذ الجزره بقطعها من هون من هذا الراس المرمر، وبعدين بقطعها هيك بالنص وهون بالنص. شايفين هيك بهذا الشكل قطع كبيره بتتقطع الخضره بهي الاكله. بيحكيكم شغلة بصراحة، أنا أكل هاي الأكلة من زمان وما كتير يعني أبهرت فيها يعني، كان في شيء ناقصه طعم، واليوم أنا هذا الشيء لحاول دخل عليه طعم. بسمح لكم شو هذا الشيء، أنا بتعرفوه بالفيديو لحتى يعني هيك تصير خرافية يعني. ف يلي بوزله مو أنه دايا من زمان فما كتير متشجع كنت، بس هلأ على الريحة صراحة تشجعت. ريحة المرق خرافية بتجنن، كتير كتير حلوة. وانا دائما بحب الشغلات يلي فيها يعني سقسه ونغنغه. منجيب كوسه، اذا كانت صغيره كوسايه ممتاز، نقطعها هيك بالنص. هلا فينا نخليها قطعه هيك كبيره مثل ما هي، وفينا نساويها 4 ارباع، بس انا محتار خليها قطعه كبيره ولا قطعها 4 ارباع. وخليني شيل هذا اللب اللي جوا بمعلقه، يعني لما نيجي بدي اسلقها ما بيتحمل نحن بنسميه بيهلط، ما بعرف شو بيسموه شو بالمغرب. فالافضل انه هذا نشيله شوي مو كتير. صارت معنا حبه الكوسه بهذا الشكل. بنجي للفليفله. الفليفله بنقطعها هيك مثلا، فينا نخليها هيك، وفينا هي ناخذها نساويها قطعتين بهذا الشكل. شايفين الالوان ما احلاها. حسب لكم نسيت الحمص، لا خبعته للاخير. عندي كوب من الحمص، بس هذا الحمص ماله منوع، هذا الحمص مسلوق جاهز يعني. واللحمه صار لها تقريبا ساعه على النار فتقريبا استويت، فخليني انزل عليها الحمص. بسم الله. وهلا بدي بلش نزل بالخضار. لحتى تحافظوا على الخضار باكله الكسكس المغربي لازم نعرف اي الخضار القاسيه واي الطريه واي بينزل قبل. مثلا الكوسه كثير طريه ما بتتحمل، نخليها للاخير. البطاطا والجزر بيتحملوا قاسيين فبننزلهم اول شيء. وهلا بنجيب مصفايه. اي مصفايه، اهلنا بالمغرب العربي بيستعملوا شغله اسمها كسكاس. الكسكاس هو عباره عن طنجره طوابق، طنجره بينحط فيها المرق مع اللحم مع كل شيء، وطنجره فوقها الى مصفايه بتحط بقلبها الكسكس
وبتبخره، يعني بينطبخ عن طريق التبخير على كذا مرحلة، مرحلتين وممكن ثلاثة إذا ما استوى. هلأ منحط المصفاية تبعنا هيك بهذا الشكل، وحتى لو هر منا شوية كسكس على المرق ما في أي مشكلة، ومننزل عليها الكسكس. بسم الله. نفرده هيك. طبعا هو تشرب المي اللي حطيت له اياها انا. وهلا منجيب الغطا يا غوالي ومنغطي فوق المصفاية بهذا الشكل، شايفين؟ هلا بنتركه هيك 10 دقائق بس يصير يطلع دخنة من هون، منشيل الكسكس. ريحة المرقة كتير بنينة، كد شهي. شو هاد؟ بدها واحدة الله يبارك له بالمغربي ريحة المرقة. هلا بعد أول وش برجع برجعون لهون. هذا الكسكس لازم يعني لازم بالتبخير هاد على كذا مرحلة ينطبخ، يعني ينطبخ يستوي. إذا ما استوى حدا من المغرب يعني قال لي إنه بيعمل مشاكل بالمعدة، فلازم يكون الحبة مستوية، نتأكد منها إنه استوى. هلا هو وسخن هيك وعم بيطلع منه هالبخار، شو بساوي يا حزركم يا غوالي؟ بسناول؟ بسم الله. ها وهي المعلقة، وبجيب سمن بلدي حصرا، سمن بلدي بيحكوا علينا أهل المغرب بعدين، وباخذ معلقة منه وبحطها هون. هلا بهذا الدور الثاني بيرجعوا بيحطوا مي، بس أنا ما بدي أحط مي هون، بدي أعمل الفرق. شوفوا شو رح أحط. رح أجيب كبجاي وآخذ من المرق يلي ريحته بنينة بالزاف. بسم الله. وبنزل عليهم هون، يعني بدل ما احط مي بحط مرق. هون شو بيصير؟ بيعطيني هالطعم الخرافي. خليني شو فركن مع هالسمن ومع هالمرق، شكل شلون الامور يعني. الريحه اللي طلعت خرافيه، بنينه يعني مزيونه الريحه. هلا كل حبه شو بتكون مفتحه نص تفتيحه، اخذت شويه سمنه، اخذت شويه مرق، وهلا بنعمل لها تفتيحه ثانيه. طولوا بالكم. وهلأ بنزل بباقي الخضار. بسم الله، لأنه اللحمة تبعي تقريبا استوت، بقيالها شوي. وبنزل كمان بحبات الفليفلة، بحطهم هيك على الوش، ما في داعي اغمرهم، خليهم كمان هيك ياخدوا من البخار. وهلأ برجع شو بساوي؟ بحط الكسكس للمرة الثانية، وبظن حسيته صار طري، يعني بظن ينطبخ للمرة الثانية، بس اوعكم تطبخوه بالمرة لأنه هذا بيدوب، يعني بعدين بيدوب بيصير عجين يعني. بسم الله. وهي الكسكس تبعنا، بدي غطي عليه وخليه على نار وسط. بالقبل لما حطيته اول مره قويت النار، خليت البخار يطلع بشكل سريع كتير. هلا بهدي عليه، شلون احنا بنهدي على الرز؟ بدي هدي على البرغل، قصدي على شو اسمه صحيح، الكسكس. وهلا يا غوالي اخذ معي نص ساعه على النار، قربوا لعندي وشوفوا لي على هالمنظر. بسم الله. شوفوا شايفين كل حبة بحبتها، وبدوقه يعني لاقيه ابدا بيدوب بالتم دوبان، وكل حبة بحبتها، اهم شيء ما ينخبص. هلا هيك صارت الاكلة تبعنا جاهزة، خليني اشيل هاد. شوفوا لي على هالمرأة ما احلاها. وهلا بدي ملحها، شايفين الملح اخر شيء، هي معلقة ونص. والان حان وقت السكب، شرفوا معي على البسطة لكم. أول حاجة منديرها بالطاجين هي الكسكس. بسم الله ما شاء الله، شايفين ما أحلاه، ريحته زوينة بنين، يعني بدنا نعمله مثل التلة على الأصول، بدنا نشتغل يعني ما في مجال. وهلأ منجيب الطنجرة تبعنا لهون ومنبلش نسكب. كيف؟ ناخد جزرة منحطها هيك. بسم الله. ناخد كوساية نحطها من هون. منجيب الخضرة تبعنا ومنوزعها بشكل مرتب، شايفين كيف؟ لأنه يعني الأكلة أكلة مرتبة، شغل عمك براتب. ناقصني فليفلاية حمراء مدور عليها، طولوا بالكم. شوفوا لي على هالألوان الخرافية. هلا هيك وزعنا الخضرة تبعنا كلها، خليني أحط هون بالنص، خلي المرق ينزل لتحت، شايفين؟ أوه أوه، خليها تتشرب من المرق. انا بحب هيك حط فيها مرقة منشان شو تكون خرافية. وهلا باخذ هاللحمة وبحطها وين؟ هون، لانه هي الملكة. ها واهم شي الحمصات بتصفولي اياهم عالدايق. وهيك يا غوالي صار عندي احلى كسكس مغربي، شغل عمك ابراتب.
ما عاد فيني خلص تصوير بقى، بدي اكل يا جماعة. طلعت بالصورة خرافية، بدنا نشوف الطعم هلا. طبعا انا لازم حطيت، يعني لاحظت انه قدامها لازم تحطوا مرق، يعني تخلوا من المرق قدامها، وخلي المرق دائما كتير لما تطبخوها مشان تسقوها بالمرق ويكون قدامها مرق وياخد نكهة الكسكسي من المرق. شايفين حطيت فيها مرقة، هذا المرق خرافي. يعني انا ما دقت بس من الريحة متوقع شيء سبرايز يعني. بعده شوي هيك، انتو بعدوا لي هيك، قربوا يا غوالي، قربوا شوفوا لي على المنظر. كسكس مغربي من فصل الدار البيضاء يا غوالي. خليني اول شيء اخذ من هاي البطاطا، شوفوا هيك اسم هيك البطاطا، شوف 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 البطاطا شلون مستويه ورايحه نيفه. وانزل هيك واخذ من الكسكس مع المرق، شايفين المرق نغنغوه بالمرق، واعطيني شقفه لحم وحطها هون وشكلس لي الامور. يا ويلي هاي لوين، هاي على المدى دايركت، على المغرب دايركت هاي. بسم الله. كتير طيبة، كتير 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 طيبة، لذيذة جدا يعني. هزوروا شو بتشبه، لكم شو بتشبه. بالشام نحن عندنا أكلة اسمها منزلة بطاطا، فيها كزبرة وفيها مرقة حمراء وفيها بطاطا، ما فيها هدول المكونات الثانية، وفيها لحمة وبناكل قدامها برغل. يعني هذا الكسكس بيشبه البرغل ابدا، بتشبهها كتير 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 بالطعمات. خلينا ناخذ شوية جزر كمان مع شوية حمص هيك. يا ويلي ناخذ من هذا المرق، وبدون اللحم ما بتزبط، لازم مرق ولحم وكسكس وخضار وفوت فوتك يا معلم. بسم الله. الصراحة الحمعون يعني اكلة يفتخر فيها، كتير طيبة كتير كتير. تحية كتير كبيرة لأهل المغرب حبايب القلب. خليني آخذ أنا هاي وروح مثل العادة. إذا عجبكم الفيديو شكلوا لنا الأمور بالمغربي يا غوالي. كان معكم الشيف عمار، سلام. وأهل المغرب اكتبوا لنا تحت بالتعليقات شلون لقيتوني، بعرف ساوي كسكس مغربي، طالع معي مزيون ولا مو مزيون، مزيون ما. سلام. حبايب القلب اذا حبيتوا الحلقة مد ايدك يا غالي، وهون في زر اشتراك كأني انا شايفه من هون، فسلي اياه وبشقيته. ها بمشقيته في جرس كبيس عليه بيرن، لا ما بيرن بس بيصير يصلك اشعار كل ما تنزل حلقة من برنامجي، برنامج مأكل الهنا على قناة تلفزيون الان. سلامات يا غالي.